إذن المحور الثاني بخصوص هذا الدرس يهم دور كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب في توزيع وتخليط السبغيات. إذن كما سبق لنا ودرسنا في الدورة الأولى، فالانقسام الاختزالي هو ظاهرة تهم تشكل الأمشاج، أو هو مرحلة من مراحل تكون الأمشاج. كما تلاحظوا على الوثيقة، فمن خلالها يتم تكوين أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية تحتوي على نصف عدد صبغيات الخلية. فالانقسام الاختزالي بدوره يتكون من انقسامين، انقسام أول منصف وانقسام تالي تعادلي. كما تلاحظوا في النهاية في المرحلة السابعة نحصل على أربع خلايا، كل خلية تحتوي على نصف عدد صبغيات الخلية الأم. لذلك فالانقسام الاختزالي ظاهرة تحدث عند الخلايا المنتجة للأمشاج الذكرية وعند الخلايا المنتجة للأمشاج الأنثوية، وهي عبارة عن انقسامين متتاليين منصف وتعادلي، خلالهما يتم اختزال عدد صبغيات الأمشاج إلى النصف. إذن فالخريطة الصبغية للأمشاج كيف ما كتلاحظوا بالنسبة للأمشاج الذكرية عند الإنسان، فهي تتكون من 23 صبغيا فقط، وكيف ما كنلاحظوا لا توجد أزواج للصبغيات. إذن غياب الأزواج لهذه الصبغيات يعني أن هذه الخلايا هي عبارة عن خلايا أحادية الصيغة الصبغية، نرمز لها بأن، وفي هذه الحالة نكتب أن تساوي 23. إذن كيف ما عرفنا، فالصبغيات عند الذكور والإناث منها 22 زوج صبغي متماثلة ومتشابهة عند الذكور والإناث، وزوج صبغي رقم 23 مختلف. فالذكور لديها صبغيين جنسيين X و Y مختلفين، لذلك كل ذكر ينتج نوعين من الأمشاج حسب نوع الصبغي الجنسي الذي تحتوي عليه هذه الأمشاج. فنجد أمشاجا تحتوي على الصبغي الجنسي X وأمشاج أخرى تحتوي على الصبغي الجنسي Y. ومنه فالصيغة الصبغية للأمشاج الذكرية واضح؟ دونك تكون يا إما أن تساوي 23 التي تحتوي على 22 صبغي لا جنسي وصبغي جنسي واحد اللي هو إيغريك، إذا كان هذا المشيج يحتوي على الصبغي الجنسي إيغريك، يا إما مشيج يحتوي على الصبغي الجنسي إكس، وبالتالي صيغته الصبغية أن تساوي 23 تساوي 22 أ زائد إكس، وكما قلنا أ هي الصبغيات اللا جنسية. وبذلك فالذكر ينتج نوعين من الأمشاج المختلفة، وبذلك نقول على أن الذكور مختلفة الأمشاج. لماذا مختلفة الأمشاج؟ واضح، لأنها تنتج أمشاجا تختلف حسب نوع الصبغي الجنسي الذي تحتوي عليه. بينما الخريطة الصبغية للأمشاج الأنثوية هي كذلك أحادية الصيغة الصبغية تحتوي على 23 صبغيا، وصيغتها الصبغية هي أن تساوي 23 تحتوي على 22 صبغي لا جنسي زائد إكس، وكيف ما كنعرفوا فالإناث لديها صبغيات جنسية متماثلة، وبذلك فهي تنتج نوعا واحدا من الأمشاج تحتوي كاملة على الصبغي الجنسي إكس. إذن فنقول على أن الأنثى متشابهة الأمشاج عكس الذكر. إذن استنتاج، الأمشاج الذكرية والأنثوية هي خلايا أحادية الصيغة الصبغية، نرمز لها بأن، لأن كل صبغي فيها ممثل بنموذج واحد فقط. وبذلك دونك إلى رجعنا للوثيقة ديال الأمشاج، دونك نلاحظ أن ظاهرة الانقسام الاختزالي من أدوارها اختزال الصيغة الصبغية بالنصف، بمعنى ننتقل من خلية أم للأمشاج ثنائية الصيغة الصبغية ونحصل على أمشاج أحادية الصيغة
الصبغية. الدور الثاني لظاهرة الانقسام الاختزالي هو تخليط الصبغيات أثناء تشكل الأمشاج. فكما يعلم الجميع فظاهرة الانقسام الاختزالي فهي تتم في انقسامين متتاليين، انقسام منصف وانقسام تعادلي. فخلال الانقسام المنصف كيف ما كتشوفوا في الحالة الأولى على اليمين تتموضع الصبغيات المتماثلة على الصفيحة الاستوائية خلال الطور الاستوائي الأول كما هو واضح على اليمين. واضح، دونك نلاحظ أن الصبغيين باللون الأزرق في الأعلى والصبغيين باللون البرتقالي بالأسفل. وخلال افتراق هذين الصبغيين دون انشطار الجزء المركزي نلاحظ هجرة كل صبغيين من نفس اللون إلى أحد أقطاب الخلية، وبذلك نحصل على نوعين من الأمشاج في النهاية. كما كتلاحظوا دونك مشيجين يحتويان على الصبغيين باللون الأزرق ومشيجين يحتويان على الصبغيين باللون البرتقالي. في الحالة الثانية هو تموضع ثاني لهذه الصبغيات على اليسار. كما كتلاحظوا كاين هناك اختلاف في تموضع الصبغيين المتماثلين باللون الأزرق والبرتقالي الصبغيين الكبيرين. كما كتلاحظوا دونك العكس التموضع ديالهم ديال الحالة الأولى اللي على اليمين. وبذلك كنلاحظوا بأن كل جهة بها صبغي كبير القد برتقالي وصبغي صغير القد أزرق، وفي الجهة السفلى صبغي كبير القد أزرق وصبغي صغير القد برتقالي. وهذه الحالة تؤدي إلى افتراق هذه الصبغيات، ثم نحصل على صنفين ثانيين من الأمشاج. كما كتلاحظوا كل زوجين من الأمشاج لها نفس الصبغيات، نفس نوع الصبغيات. إذن في مجموع هذا الحالتين نحصل على أربع أصناف من الصبغيات المختلفة، وذلك باعتبار خلية ثنائية الصيغة الصبغية 2N تساوي 4. إذن فهذا التخليط يسمح بتركيب أنماط وراثية، أنماط مختلفة من الأمشاج. كل مشيج يحتوي على ذخيرة وراثية مختلفة للمشيج الآخر، كذلك عند الإنسان نأضح. كيف ما قلنا فالإنسان خريطته الصبغية 2N كتساوي 46، واضح، والقاعدة تقول على أن عدد الأمشاج هو 2 أس N مشيج، يعني فالإنسان ينتج 2 أس 23 مشيج مختلف. إذن أثناء الانقسام الاختزالي يفترق صبغية كل زوج بالصدفة بشكل عشوائي، فنحصل على توليفات صبغية متعددة في الأمشاج، مما يؤدي في الأخير إلى تشكل عدة أنواع ممكنة من الأمشاج. واضح؟ دونك هذه الظاهرة نسميها بالتخليط البي صبغي. إذن وهو الدور الثاني لظاهرة الانقسام الاختزالي. إذن كخلاصة فأدوار الانقسام الاختزالي هما دورين أساسيين: اختزال عدد صبغيات الأمشاج إلى النصف، أي المرور من ثنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية. الدور الثاني هو تخليط الصبغيات أثناء تشكل الأمشاج، يتم خلط المحتوى الوراثي نتيجة هذا الافتراق العشوائي لأزواج الصبغيات. إذن هنا ينتهي تكوين الأمشاج، والمرحلة التي تلي الانقسام الاختزالي وهي كذلك ظاهرة أساسية في التوالد الجنسي هي ظاهرة الإخصاب. إذن ما هو دور الإخصاب في تخليط الصبغيات واسترداد الصيغة الصبغية الثنائية؟ كما يعلم الجميع فالإخصاب، واضح، هو
التقاء والتحام مشيج ذكري اللي هو عبارة عن حيوان منوي ومشيج أنثوي اللي هو البيضة، وينتج عن ذلك بيضة ثنائية الصيغة الصبغية. إذن كما كنلاحظوا وكما قلنا سابقا، فالمشيج الذكري أحادي الصيغة الصبغية يحتوي على 23 صبغيا، والمشيج الأنثوي اللي هو البويضة أحادية الصيغة الصبغية تحتوي على 23 مشيجا. وخلال الإخصاب أشنو تيوقع؟ خلال الإخصاب يلتحم المشيجين وتتم إضافة صبغيات الذكر وضح لصبغيات الأنثى، فتتكون بيضة ثنائية الصيغة الصبغية من جديد، عدد صبغياتها هو 46 صبغيا. إذن كيف ما كنلاحظوا من الوثيقة، فدور الإخصاب هو العودة واسترداد الصيغة الصبغية الثنائية. إذن أثناء الإخصاب يؤدي التحام المشيج الذكري والمشيج الأنثوي إلى استرداد الصيغة الصبغية الثنائية المميزة للنوع البشري، وهي 2N تساوي 46 صبغيا. الدور الثاني لهذه الظاهرة كيف ما كنعرفوا، فأثناء الإخصاب يتم التحام مشيج واحد ذكري بمشيج واحد أنثوي، لكن كما كنعرفوا فهاد العملية تتدخل فيها مجموعة من الأمشاج الذكرية التي تحيط ببويضة واحدة، لكن مشيج ذكري واحد حيوان منوي واحد هو الذي ينجح ويستطيع تخصيب هذه البويضة، فينتج عن ذلك مجموعة من التوليفات الممكنة حسب اختلاف المادة الوراثية التي تحتوي عليها هذه الأمشاج سواء الذكرية سواء الأنثوية. وبذلك دونك هناك احتمالات عدة يمكن أن نحصل عليها وضح من خلال هذا التخليط العشوائي للصبغيات أثناء ظاهرة الإخصاب، بمعنى أن الالتقاء بين المشيج الذكري والمشيج الأنثوي يتم عشوائيا، وهذا الالتقاء العشوائي يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى خلط هذه الصبغيات، وبالتالي تتكون بيضة تحتوي على مادة وراثية مغايرة للمادة الوراثية للآباء. وبذلك يؤدي الالتقاء العشوائي للأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية المختلفة وراثيا أثناء الإخصاب إلى تكوين بيضات ذات تركيبات وراثية متنوعة، وكما كنعرفوا فهذه البيضات هي التي تتطور عبر انقسامات غير مباشرة حتى وتتفرق حتى تعطي جنينا، وهذا الجنين ينمو وضح وبعد الولادة ينمو فيعطي فرضا جديدا. وكيف ما كنعرفوا كنلقاو كل فرض وضح له الصفات الوراثية المميزة للنوع البشري، لكن كيكون هناك اختلاف في المظاهر الخارجية، دونك فهو فرض يختلف وراثيا عن أبويه وعن إخوته، وبذلك مظاهره الخارجية تختلف كذلك. وبالتالي فيمكن تلخيص أدوار ظاهرة الإخصاب كالتالي: استرداد الصيغة الصبغية الثنائية، أي المرور من أحادية الصيغة الصبغية إلى ثنائية الصيغة الصبغية. أحادية الصيغة الصبغية كانت في الأمشاج، وبعد التقاء هذه الأمشاج نمر إلى ثنائية الصيغة الصبغية على مستوى البيضة المخصبة. ثم الدور الثاني هو تخليط الصبغيات أثناء الالتقاء العشوائي للأمشاج، وبذلك نحصل على بيضات مختلفة وراثيا. إذن كخلاصة لهذا الفصل الأول، دونك يمكن الانقسام الاختزالي من تشكل أمشاج ذكرية تحمل خبر وراثي أبوي وأمشاج أنثوية تحمل خبر وراثي أمومي، ويمكن الإخصاب من التقاء هذين الخبرين في البيضة، وهكذا تحمل البيضة خبر وراثي جديد ومميز ينتج عنه فرض جديد مختلف وراثيا عن أبويه وعن إخوته.